مرحبا اصدقائي، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح نحكي فيه عن عادات صحية للناجحين. اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني بليز اشتركوا بالقناة، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك عشان تحفزوني اني اصور لكم فيديوهات اكثر من هالنوع. وهلا يلا نبلش بالفيديو تبعنا. دايما نوعد حالنا بالتغيير، وكثير منا يعاني من فكرة انه يستصعب التغيير، فبفضل انه يغرق في العادي، اكل غير صحي، اللي تحركة، نوم ثم نوم ثم نوم، او وقت ما عم نسوي فيه شيء. فيلا نكتشف مع بعض عادات تساعدنا للتغيير. اول صفة معروفين بها الناس الناجحة في الحياة هو التخطيط المسبق، مو بس لشو لازم نسوي في اليوم بل كرؤية للي جاي. نقدر نسوي مثلا دريم بورد والبحث عن اي شيء انت قادم عليه. لا تقدم ابدا على المجهول. خفوا من سرعة تسرعكم لاخذ القرارات مشان قراراتنا تكون حكيمة اكثر. تاني شغلة الابتعاد عن كل نميمة فاضية وحكي فاضي عن الناس. الحكي الفاضي عن الناس راح تبعدك اميال عن حلمك. لا تشغل بالك بكلام الناس، ما عمرنا سمعنا بشخص ناجح في هاي الحياة كان متأثر بكلام الناس، لأنه الناجح يا أصدقائي يتأثر بكلامه بس، غير عن أنه بيستمد قوته بنفسه ولنفسه. فلهيك ابتعدوا عن الناس اللي دايما يشتكوا وتقرب من الناس اللي عم بتدور على طول على الحلول. تالت شغلة اللي هي ممارسة عادة الامتنان، أنك تكتب كل الأشياء اللي أنت فخور بها أنها عندك في حياتك، الأشياء اللي أنت عم تحمد رب العالمين عليها. هالشي رح يعطيكم طاقة إيجابية رهيبة جدا، صدقوني هذا هو الحل للإكتئاب وللإنكزايتي. وأبدا ما في مشكلة أنكم تتقوقعوا وتبحثوا عن ذواتكم كل ما احتجتوا لهالشي. التقوقع هو فن البحث عن الحلول وإيجاد الذات من أول وجديد، وعمره ما كان يعني الإكتئاب كما يتم الترويج له. رابع شغلة اللي هي عادة كتير عم نغفل عليها، لحظات كسلنا وقلة حركتنا بسبب انه ما عم نسوي اهم عادة، هي الاستحمام بمية باردة على الصباح. طقوس الصباح هي المقدسة، لاني هي اللي بتعطينا القوة للانجاز والرغبة في الحياة. كنت ابدا ما بطيق المية الباردة او الدافية على الباردة، فغيرت من طريقة تفكيري عشان هاي العادة تصير جزء من حياتي. ركزت فكري انه يتمحور على اني في مسبح او شاط، وعشت مع تخيلاتي مشان يعطيني فرحة الصيف وحياتها، حتى صار انه الاستحمام بالمية الباردة شيء كثير عادي. الشغلة اللي بعدها، انت تصبح ما تأكل، سواء هالشي كان شكليا او داخليا بتأثر بشكل كبير على مدى صحتنا ونشاطنا. من سنة تقريبا كنت بعاني كثير من فكرة الاكل برا، حتى قررت وقلت لا، من هون ما عاد في لا ماكدونالدز لا كي اف سي ولا اي اكل من مطعم غير صحي. ومن وقتها قررت اني انا اطبخ ولو شغلات بسيطة. هالشي كان من الاول كثير صعب علي، بس بعدين الصيام المتقطع غير لي حياتي كليا. صار عندي صبر اكثر، مو بس على الاكل، حتى على الاشياء البسيطة في حياتي. ونزل تقريبا من وزني اكثر من 6 كيلوغرام، فخلاني اعيش كل لحظة مع الاكل واستمتع بكل لقمة تفوت لبطني كأنها لحن او معزوفة. العادة اللي بعدها هي عادة المشي، عادة صحية اكتشفتها خلال الحجر الصحي، وما بعرف الها قدرة رهيبة انها تغير لي مزاجي وتحسسني بالسعادة. لاحظت على حالي انه كل ما تحركت اكتر كل ما كنت مبسوطة ومطعمة بالحيوية، بلاقي حالي انه عم بنجز اكتر، بل شغوفة جدا بكل شي عم سويه. وكمان اي تراكمات روحية او زعل بتروح كأنها لم تكن، على قولة محمود درويش. العناية بالنفس شباب وصبايا مو طريقة لنعبر قديش عنا مصاري او منتجات، بل هي اسلوب حياة وحب للذات وحفاظا على النظافة الشخصية، مثلا زي العطر، ازالة الشعر، انه نفرش اسناننا، تنظيف البيت، والعناية بالمنطقة الحساسة، او ببساطة روتيننا للعناية بالبشرة. وهيك هالشي ابدا منه شيء شكلي فقط، بل رح ينعكس على صحة افضل. عم نحمي حالنا من الكانسر، من التهابات الجلدية، والاهم رح نكون في سلام داخلي اكتر واكتر مع حالنا.
نصيحة صغنونة، خلوا دايما منتجاتكم قدام عيونكم عشان ما تنسوا استعمالها بشكل يومي، لانه مع زحمة الحياة اكيد رح ننسى. اخر شي بنصحكم فيه في هالفيديو انه نكتسب عادة المرونة في تغيير العادات السيئة باشياء ايجابية. اوكي بعرف اني هلا تفلسفت عليكم، بس رح اشرح لكم الفكرة. مثلا اذا كنت انت متوتر او زعلان، تروح على طول انك مثلا تدخن فتحس انه توترك قل. سو الدخان شيء سلبي، لكن فينا نعوضه بشيء ايجابي، مثلا انك تروح تصلي، تسمع للموسيقى، تركض، ورح تحصل على نفس النتيجة. وهالشيء بينطبق على كل العادات السيئة الثانية. بعطيكم شيء من واقع الشخصي، الناس اللي مثلي اللي لما تزعل تاكل كثير او تنام كثير عشان تحس حالها احسن، نقدر نعوضها هم بانه نتمشى كثير، ورح تحصلوا على نفس النتيجة بالأفضل، أضعاف مضاعفة. وهالشي عم بحكيه عن تجربة شخصية. وهلأ يا أصدقائي، بديكم كلياتكم تقولولي أنتو عادة غيرت من حياتكم كليا وأبدا ما بتستغنوا عليها، ورح أقرأ كل تعليقاتكم الجميلة. تذكروا دائما أصدقائي أنه التغيير يتطلب دائما وقت، فأصبروا استمتعوا بالرحلة، صالحوا مع ذواتكم وتقربوا من ناس تساعدكم على النجاح مثلي انا طبعا. فلهيك اشتركوا اذا بعدكم ما اشتركتوا، حطوا لايك للفيديو، فعلوا الجرس، تابعوني على الانستغرام، مشان انه هناك عم ندردش اكثر مع بعض وعم نحفز حالنا لنصير ناس افضل. انا صديقتكم مين، ديروا بالكم حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواء، سلامة، باي.